رغم تناقض التصريحات الحكومية حول توجهاتها لزيادة إيراداتها وتحصيل 450 مليون دينار لدعم الموازنة عبر رفع أسعار المحروقات بفرض ضرائب أو رسوم جديدة، واصل المواطنون إبداء استيائهم من توجه الحكومة اللجوء لجيب الطبقة الفقيرة والمتوسطة. لنتابع هذه الآراء. بالنسبة لرفع الأسعار أنا مش مع رفع الأسعار، لأنه أنت شايف الوضع الاقتصادي اللي عندنا وشايف الناس والرواتب والعالم، يعني يا دوب الواحد قادر يصرف على حاله. أسعار المحروقات هذه إحنا لما كان سعر النفط عدم المؤاخذة 130 دولار ما وصل سعر التنكة 85 قرش ال 95، اليوم سعرها 60 دولار وقاعدين بيبيعونها يا ب 85 وباكثر من 85 لتر. بضطر ارفع بعض الاسعار لانه عندي سيارات تشتغل على الديزل، والغاز بياثر علي، التدفئه تبريد، بكره بترتفع الكهرباء، كله بيرتفع على المواطن. انا شايف الوضع مناسب، لانه يعني تطلع الدول اللي حوالينا والامور اللي حوالينا، اقل بلد ما بتقدر تعيش فيها رسمي، هنا احنا عايشين ومبسوطين والحمد لله كل امورنا تمام. عمي بالنسبه لارتفاع الاسعار يعني كثير اضرت بالشريحه تقريبا الوسطى او طبقتنا احنا، لان اكثر من هيك الواحد بطل يقدر يستحمل جدا، يعني مظبوط يعني كثير ان الامور صعبه جدا. ارتفاع المحروقات يعني والله يعني شيء صار يعني كثير سيء بهالبلد هاي، يعني الواحد صار يطلع على التاكسي بس عشان يشتغل للضمان ولا البنزين، يعني لما انا كل يوم بحط ب 25 ليره بنزين شو بدي اروح الي، شو بدي اروح الضمان. سنه عن سنه قاعدين نشهد احنا ارتفاع في الاسعار، مواطن دخله قاعد بينقل، منطقه قاعد تشهد صراعات ومؤثره على منطقتنا ومؤثره على العمال الاردنيه. انا بعرف انه عالميا هذا البنزين بطلع برفعه وبنزل بنزله الوضع، انا هيك بعرف يعني. الرواتب مش عم بترسمل، عم بتداين كل الناس، يعني ما في شيء اللي يعوض، يعني حتى اللي فتح مصلحه مش عم ببيع، تقريبا بفوت في اليوم حوالي 20 محل، الكل عماله بشكي. هذا بالنسبه للتجار انا بحكي لك، فما بالك الناس العاديه اللي عندها رواتب محدوده.